السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، نفس ما وعدناكم رسومات مادة الأحياء. طبعا فقط راح نستعرضهن، أنتم نفس ما تعرفون أنه الرسومات المهم بها هي التأشيرات، تمام؟ وفقط الشكل أيضا يكون مهم، حتى لو مثلا ما تجيبه بالضبط لكن التأشيرات كلش مهمة، تمام؟ يلا فقط راح نستعرضهن وراح ننزلهن على قناة التليجرام، تمام؟ لأن ممكن هنا راح تكون الصور رديئة بسبب التصوير. يلا عندنا شكل 12 تركيب النتوء، عندنا السن أيضا جدا مهم، القلب كذلك مهم، هنا خلية عصبية نموذجية طبعا مهمة شكل 95، شكل 36 الأمعاء الغليظة في الإنسان، هاي هنا طبعا الجهاز الهضمي مهم، ممكن تأشر مثلا الأسنان بعدين اللسان الغدد اللعابية وهكذا. عندنا شكل 26 العضلة القلبية مهمة، وأيضا عندنا شكل 38 كبد الإنسان مهم، شكل 89 بيضة ونطفة الإنسان. طبعا عضلات جسم الإنسان الملساء والهيكلية والقلبية مهمات جدا. طبعا عندنا هنا شكل 6 جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم. عندنا هنا شكل 7 المظهر الخارجي للعظم، ايضا نفس ما قلنا مثلا تجي التأشيرات عليه السمحاق الداخلي السمحاق المحيطي وهكذا. عندنا شكل 81 تركيب الاظافر مظهر خارجي، وايضا عندنا التشريح الداخلي لنهاية الاصبع في الاظافر. عندنا هنا شكل 49 الدورة الدموية في الانسان، ايضا عندنا هنا شكل 59 الجهاز التنفسي في الانسان، شكل 95 طبعا هذا فقط للاطلاع، شكل 32 الإيعاز العصبي وعمل العضلة، لاحظ الإيعاز هذا الإيعاز وعندنا العضلة. أيضا عندنا شكل 45 جدران الوعاء الدموي الشعري، لاحظ شلون تكون السهلة الرسم هي الأكثر يعني ترشيحا في الوزاري، تمام. طبعا توزيع الأسنان شكل 9 جدا مهم بالنسبة لتوزيع الأسنان في الفك العلوي والسفلي، وتأشر القواطع الوسطى والقواطع الجانبية وهكذا والأنياط. لهنا طلابنا انتهت بالنسبة لمراجعة مادة الأحياء. طلابنا الأعزاء هاي الرسومات يعني موجودة، هواي رسومات بالمادة الأحياء تقدر تطلع عليها، الأفضل أنه لا تترك أي شيء ما تقرأه